السعودية ترفض أي هجوم بري على اليمن، فلنتابع تفاصيل الخبر. أهلا بكم. رفضت السعودية أي ترتيبات لهجوم بري على اليمن، يتزامن ذلك مع الدفع الإمارات بالفصائل التابعة لها جنوب اليمن للتصعيد. وأشار الكاتب السعودي سليمان العقيلي إلى أن الهدف من أي تصعيد بري يتم تسويقه الآن إعادة السعودية إلى المربع الأول من الحرب بغية استمرار الحرب والأزمات عند حدودها. وكان العقيلي يعلق على تصريحات لعيدروس الزبيدي رئيس الانتقالي على هامش مؤتمر دافوس، استعرض فيها ما وصفه بحرب برية كضرورة لحماية أمن إسرائيل. وقال العقيلي إن الزبيدي وجماعته هم الذين تسببوا بالحرب عبر تفجير حروب داخلية، متهما إياه بالسعي لخلط الأوراق، خصوصا وأن دعوته جاءت عقب إطلاق الموفد الأممي خارطة طريق لهدنة دائمة وتطبيع أوضاع اليمن ومحادثات التسوية السياسية. وكانت الإمارات دفعت بالزبيدي لتسويق خطة جديدة تتضمن هجوما على شمال وغرب اليمن، خصوصا على الحدود السعودية مع صعدة وحجة.